Hello all, like you that you are doing well. مرحبا جميعا، أتمنى أن تكونوا بخير. مرحبا مجددا في فيديو جديد في قناتي لنتعرف على الدرس. نبدأ باللسن بريزنتيشن تاعنا. كما تشوفوا راح نعطيكم ثلاث أمثلة، عذرا نقراو مع بعضنا ونديرو تحليل ونفهمو واش كاين. Bribery is so unlawful that the government officer should be attentive. كما تشوفوا قال لك الرشوة اللي هي unlawful بمعنى unethical immoral illegal حاجة غير قانونية، هي على الحكومة على عمال الحكومة ولا موظفي الحكومة عذرا أن يكونوا متيقظين. خلينا من الجملة دروك راح نخدموا على الجرامير لأنه هذه نقطة في السيلابوس تاعكم في التوزيع السنوي تاعكم راح تتناولوها. نبداو bribery اللي هي السبجكت تاعنا اللي هي الفاعل the doer of the action. عنا الاكشن the verb to be in the present. بعدها عنا so دوك نرجع لها، وعنا هنا unlawful. unlawful هنا واش طبيعة الكلمة؟ is it an adverb؟ الادverb ديما يكمل بالال واي وكاين irregular cases. هنا اسكو هي ناون؟ لا هو ماهوش ناون، مالا راهي adjective. كيما تشوفوا هنا عنا اللي هي صفة، عنا اسم، عنا فاعل عذرا، عنا فعل، وعنا الصفة تاعو. قبل الصفة وش عنا؟ عنا سو، ركزوا عليها مليح. بعدها عنا ذات، وبعدها عنا جملة أخرى government officer should be attentive. كيما تشوفوا هنا كي تقدري تقسم الجملة قسموها إلى قسمين. تبدأ الجملة الأولى bribery is so unlawful that the government officer should be attentive. هنا بركة ذات هذية عملت كرابط بين الجملة الأولى والجملة الثانية. قبل ما نروحوا للبارت 2 نركزوا على البارت الأول بركة. كما تشوفوا هنا قلنا عنا the doer of the action، عنا الأكشن، وهنا عنا سو. كما تشوفوا هنا الدرس تاعنا تاع اليوم راح نقراو سو ذات. وقت نستعملوها سو ذات هذه نورمالمون تيقنتو باللي سو راهي جات قبل the adjective قبل الصفة، وذات جات باش تربط الجملة الأولى مع الجملة الثانية. نقرأ الجملة تاعنا نعودوها. كما تشوفوا bribery is so unethical and lawful or illegal، معناته الرشوة راهي حاجة غير قانونية، جد غير قانونية، لهذا على الدولة ولا على موظفي الحكومة أن يكونوا متيقظين. عاوش تعبر الجملة كان الرشوة راهي illegal حاجة غير قانونية، وعلى الموظفين ان يكونوا متيقظين. كما تشوفوا الجمله راهي تعبر لنا على الكونديشن، لا الجمله تعبر لنا على الايفكت. ات اكسبريسز وات؟ ات اكسبريسز ذا ايفكت اللي هي تعبر لنا على الكونسيكونس النتيجه. الدرس تاعنا تاع اليوم اللي هي عندنا سو بلس ادجكتيف بلس ذات. كيفاه نستعملوها؟ هذه سهله خلاص، ركزوا معايا. هنا عندنا ديما يعطيك جملتان في البكالوريا، يعطيك جملتان، يعطيك الجملة هذه والجملة الثانية، وساعات يكونوا بالترتيب وساعات لا. كابابل يبدا لك بالجملة هذه الثانية ويحط لك الجملة الأولى في الأخير ويشوفك أنت اسكو تقدر دير تحليل الجملة ولا لا، وساعات يعطيها لك مرتبة. It depends. هنا الجملة الأولى هذه ها هي، والجملة الثانية هنا، أنت تربطهم حاجة باينة تحط سو. You place it before the adjective تحطها قبل الصفة، بعد الصفة عنا ذات تربط الجملة الأولى بجملة الثانية. هذه هي واش قلت لكم، سو بلس adjective سو بلس adjective بلس ذات. It was such a fake watch قال لك بمعنى ساعة مقلدة، لهذا كسرت بسرعة. It was broken easily كسرت بشكل أسرع ولا بسرعة. خلينا من معنى الجملة. هنا كما تشوفوا عندنا جملتان، الجملة الأولى والجملة الثانية، به ربطناها بالرولاتيف برونون ذات. تسمى نفس الشيء اللي درناه في الجملة الأولى سو بلس ذات، هنا عندنا ذات في الجملة الثانية. اسكو هنا كاين سو؟ دوك نشوفوا ترى هنا عندنا it the doer of the action was the verb to be in the past. هنا نخليو هذه such ونرجعو هنا fake اللي هي adjective
بعد الادجكتيف شو عنا؟ عنا ناون. هنا وش تشوفوا؟ عنا صفة وموصوف كما في الانجليزية، ساعة مقلدة، ساعة اللي هي موصوف ومقلدة الصفة. هنا هذه في الانجليزية كيفاه يقولوا لها؟ يقولوا لها ناون فريز. كيفاه نعرفوا عذرا الناون فريز في الانجليزية؟ adjective plus noun، ولا تقدر تلقاه ناون وحده، اسم وحده. تقدر تلقى الجملة الاسمية في الانجليزية صفة وموصوف، وتقدر تلقاه اسم وحده. هنا علاه استعملنا such؟ سهلة خلاه. هنا استعملنا such لانه هنا عنا adjective plus noun، اسم صفة واسم، نحطه such ونحطه ذات في جملة ما بين جملتين عذرا. نفس التعبير تعبر الجملة عن نتيجة، قال لك راهي مقلدة لهذا كسرت. هنا وش الدرس تاعنا تاع اليوم؟ الدرس تاعنا تاع اليوم سو بلس ادجكتيف بلس ذات، معناته سو تحطوا قبل الادجكتيف قبل الصفة، وذات تربط بها الجملة الأولى بجملة ثانية. وهنا كما تشوفوا ساتش هذه تحطها قبل noun phrase. noun phrase يقدر يكون adjective plus noun ولا noun وحده، معناته جملة اسمية ولا اسم وحده، والذات هذه تربط بها الجملة الأولى بجملة ثانية. وفي زوز عاوه يعبرونا على ال effect ولا consequence ولا result اللي هي النتيجة. عندنا الجملة الأخيرة اللي هي حالة استثنائية، راح نتعرفوا عليها. كما تشوفوا there are so much bread that I'm not baking today. هنا عندنا الجملة قال لك هنا كاين الكثير من الخبز لهذا لن أخبز اليوم، معناته كاين بزاف الخبز ما نخبزش. هنا كما تشوفوا الجملة تاعنا راح تعبر عن نتيجة، كاين الخبز ما نخبزوش. نروحوا نديروا تحليل خفيف للجملة. there اللي هي subject تاعنا، الverb to be الاكشن، بعد الاكشن عنا سو كيما قلنا، سو هذه نستخدموها بلس adjective بلس ذات. نروحوا نشوفوا الجملة تاعنا. هنا عنا ماتش، دوك نرجعوا لها. هنا بريد الخبز، هل الخبز صفة؟ ماهيش صفة، راهو ناون. هنا نورمالمون نستعملوا ساتش، على واه استعملنا؟ وهنا ذات اللي تربط الجملة الأولى بجملة ثانية. في رايكم على واه استعملنا هنا سو وما استعملناش ساتش في بلاس؟ نورمالمون هنا في بلاس سو نورمالمون استعملوا ساتش، علاه؟ لأنه عنا الناون. كاينه حاجة ما خلتناش نقدروا نستعملوا ساتش في الجملة اللي هي هذه ماتش. هذه ماتش راهي كوانتيفاير. الكوانتيفاير ما تقدرش تستخدم في الإنجليزية، ما تقدرش تستخدم عذرا ساتش، تستخدم سو. ما دامكم تلاقاو ماتش، ماني، ليتل، فيو، وأشياء كيما هذه كوانتيفايرز اللي هما الكلمات اللي تعبرنا ولا تقيسنا الكمية، تحددنا عذرا الكمية، هادو نستخدمو قبلهم ديما سو. هذه حالة استثنائية، حتى ولو كان تلقى noun phrase تستعمل سو. مفهوم؟ مفهوم. rule number one here، عنا القاعدة رقم واحد سو plus adjective plus that. بعدها القاعدة نمبر 2 عندنا such plus noun phrase. وش معناته noun phrase؟ adjective plus noun plus that or such plus noun plus that. تقدر تلقاها such قدامها جملة اسمية متكونة من صفة وموصوف، ولا تقدروا such plus noun such اللي قدامها اسم ومن وراها that، عجبينا الجملة الأولى وجملة الثانية. والقاعدة الأخيرة اللي هي قاعدة استثنائية so plus quantifier plus that. وش هم الكوانتيفاير المعروفين جدا؟ عنا many، عنا few، little and much. هنا وصلنا time to practice combine pairs of sentences with the connectors between brackets. هنا راح نربط الجمل بالكلمات اللي ما بين قوسين. هنا جبت لكم بعض الأمثلة من البكالوريا، العينات من البكالوريا اللي دولت في سنوات سابقة، إن شاء الله تقدروا تجاوبوا عليها. هنا عنا السؤال تاعنا combine each pair of sentences with the connectors given between brackets make changes where necessary. نقرأ السؤال ونتمعنوا فيه. قال لك اربط الجملتين اللي عطاهم لك به بالكونكتورز given between brackets
ما بين الكلمات ما بين قوسين. بعدها وش قال لك؟ make changes where necessary، معناته تدير التغييرات الضرورية. كون قال لك برك اربط الجمله ما كانش تغييرات، معناته ما دير حتى شيء، تربط الجمله وصاي. بصح هنا قال لك دير التغييرات اللازمه ولا الضروريه، كاينه تغييرات راح تطرأ على الجمله. هنا هذه جمله لا خطيتنا، نركزوا على الجمله بي. عندنا جملتان، جمله داخل جمله، واحده اثنين، هاي هنا جمله الاولى وهاي جمله الثانيه. نبداو نقراو. كريمينوز manage to disguise the origin of their incomes. قال لك يتمكن المجرمون يتمكن من إخفاء أصل مداخلهم. صحيح. criminals المجرمين، هنا عندنا criminals وهنا criminals، تولهو مع repetition، يكل الحكم ديما في الكلمات الكلمات اللي يعاودوها بزاف. كيف نقولها بالعربية؟ والله ما بالي. repetition. المهم راحت لي الكلمه. هنا يوز يستعملون تريكي، تريكي اللي هي مخادعه، ميثودز اللي هي طرق مخادعه ولا طرق احتياليه. هنا واش عطانا؟ عطانا ساتش بلس ذات، معناته شيء انت تطبق القاعده تقول ساتش بلس ناون ولا ناون فريز بلس ذات، معناته ساتش بلس ان ادجكتيف اللي هي صفه ومن وراها موصوف ولا اسم وحده ومن وراها الذات، نربطوا بها الجملة الأولى مع الثانية. نروح نديروا تحليل الجملة الأولى. criminals اللي هما المجرمين، manage to يتمكنون، to disguise عذرا إخفاء، the origin أو قبلها the بعد تعرفها باللي اسم، of their incomes اللي هي مداخلهم. هذه جملة ما فيهاش وش نحوسو. نروحوا للجملة دي بعدها. criminals اللي هما المجرمين، هنا عنا use الفعل وعنا tricky اللي هي صفة an adjective ومن لورا صفة وش كاين؟ كاين noun، معناته هذه هي جملة اللي تستوفينا الشروط تاعنا. هنا عنا adjective plus noun. بعد ما استوفت لنا الجمله الثانيه هذه شروط criminals use tricky methods، احنا كما قلنا هذه صفه وهذه موصوف، نحطوا such من لورا الفيرب، قلنا criminals use such tricky methods، ونتكمل الجمله الثانيه نحطوا ذات بعدها. اذكر رايحين نعاودوا نفس الكلمه لانه هذا تكرار، راحت الكلمه بقلاتك تكرار يعني لقيتها. هنا criminals use، هنا نحطو such tricky methods، هنا that. اسكو راح نعاودو نفس الكلمة؟ بطبيعة الحال لا، هذه criminals راهي noun، به يكمل الناون هذا يكملها بالاس، معناته راح نعوضوه بالضمير they. جي جملة هكا، criminals use such tricky methods that they manage to disguise the origin of their incomes. ديما ديروا تحليل الجملة، لقيتوا ريبيتيشن، لقيتوا التكرار لازم تتخلصوا منه. هذا التكرار يعوض ديما بضمير، هذا كون جات كريمينال واحد بركة نحطوا ضمير it، بس هنا عنا جمع نحطوا they. هنا جملة تاعنا تجي criminals use such tricky methods that they manage to disguise the origin of their incomes. هنا عنا تمرين آخر. combine each pair of sentences with the connector given between brackets. make changes where necessary. هنا اربط الجمل كما قلنا بالكلمات ما بين قوسين ودير التغييرات اللازمة. كي تشوف التغييرات اللازمة عرف باللي كاين تغيير على مستوى الجملة. نبداو نقراو الجملة تاعنا الأولى لأنه الجملة الثانية ما تعنيناش، تعنينا في دروس لاحقة. corruption is a widespread problem. قال لك الفساد هو ظاهرة جد منتشرة. all parts of society قال لك جميع اطياف المجتمع must fight corruption اللي هو يجب عليهم محاربه الفساد. نديروا نسكانيو جمله ليه ونشوفوا واش الكلمه اللي تعاودت في الجمله باش نعرفوا كش ما كاين تغيير. عندنا هنا كاينه corruption وهنا corruption في الاخر. بيان نروحوا نديروا تحليل الجمله الاولى نشوفوا لكان كاين فيها such نحوسوا ديما عن adjective plus noun. هنا corruption اللي هو الناون تاعنا عذرا عندنا subject تاعنا بعده الفعل is. widespread اللي هو an adjective
ومن وراها بروبلم اللي هي مشكل منتشر. معناته هنا الجملة تاعنا هذه استوفت لنا الشرط تاع الناون فريز ان ادجكتيف بلس ناون. معناته راح نحطوا جملة تاعنا سهلة خلاص كوربشن از ومن ورا الفعل بعد نحطوا ساتش. معناته نقولوا corruption is such a widespread problem. وين النقطة هذه بين الجملة الأولى والجملة الثانية واش نحطوا؟ كيما قلت لكم نحطوا that all parts of society must fight. هنا عندنا corruption نفس الكلمة تعودت هنا. واش قلت لكم؟ نشوفوا طبيعة الكلمة اللي هي جمع ولا مفرد. هنا corruption ما فيهاش الاس بتعوضها نعوضوها بالضمير it. وش نقولو؟ corruption is such a widespread problem that all parts of society must fight it. it تحط it هنا. هنا عنا تمرين آخر. join each pair of sentences using the connector between brackets. make changes. make any necessary changes. معناته دير لكن كاين تغييرات. اربط الجمل. ودير لكن كاين تغييرات. نبداو بالجمله الاولى لانه عندنا الجمله الاولى اللي نحتاجوها. the process of copying is easy. قال لك عمليه التقليد راهي سهله. students download whole sections of existing work. قال لك تلاميذ يحملوا العديد من الاعمال الموجوده. وهنا واش عطانا؟ سو بلس ذات. هذه سهله خلاص. سو بلس ادجكتيف بلس ذات. نبداو بالجمله تاعنا نديروا لها تحليل. ذا بروسيس اوف كوبيين اللي هي ديما السبجكت تاعنا دو. هنا عندنا الفعل بعد الفعل عندنا ايزي. واش هي طبيعه الكلمه؟ سهله اللي هي صفه. معناته سهله خلاص. ذا بروسيس اوف كوبيين از سو ايزي ذات ستودنتس داونلود هول سيكشنز اوف اكزيستينغ ورك. الى هنا وصلنا الى نهاية الفيديو. ان شاء الله يكون عجبكم المحتوى وما تنساوش ديروا لي متابعة في الانستغرام انجليش في صباح 24 ولا تدخلوا المدونة تاعي milkspaceforenglish.com وتلقاو الدرس مكتوب في التعليق مثبت. دمتم في رعاية الله وحفظه. الى اللقاء.